ترايفك اسمه برايفك. احنا جايين نعزي ونقول البقاء لله. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. سبقنا زكريا، سبقنا. ربنا يجمعنا بيه في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. 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 وعموما لو احتجت أي حاجة يا زكريا احنا تحت الأمر. تلاش يا شبيه، الست عارفين عائلة العطار عمرها ما احتاجت حاجة من حد. يمين تلاتة ما يغمض لي جفن قبل ما يمليلة صدقة لأخويا وحبيبي. الله يرحمك يا زين. البقية في حياتك يا زكريا. افتكر احنا كده قمنا بالواجب، مش علشان يعني مننا تأخرنا شوية عن العزا، فده ممكن يتفهم أو يتاخد على إنه يعمل سوء تفاهم بيننا. ربنا ما يجيب سوء تفاهم أبداً، بالذات يعني لو أنتوا جايين فعلاً تعملوا الواجب اللي عليكم. واجب إيه يا زكريا؟ المبايعة، مبايعة الكبير. أيوة بس الله يرحمه زين ما قالش هو بايع مين؟ لا قال إن ابنه زكريا هو الكبير. لا يا شيخ، حلوة الحدوتة دي اللي من طرف واحد. طب ما تشوف لنا منها كده حاجة تصدق يا أخي. أنا ممكن أخليك تصدق بس بطرق تانية خالص، ولا بلاش؟ ده بلاش الله يخليك، خلينا في اللذيذ الحنين. طالما من بيت العطار يبقى كله خير. احنا محتاجين نقعد مع بعض بس يا زكريا. بعدين احنا كنا جايين في موضوع تاني خالص، فنركز فيه بقى احسن ونتوكل على الله. مفيش كلام في مواضيع تانية يا سيف بيه لغاية ما نخلص الموضوع الأساسي، المبايعة، مبايعة الكبير. بعد كده نتكلم في أي مواضيع تانية. عزاكم وصل. شرفتوا بيت العطار. طيب البقاء لله يا جهان هانم. البقاء لله. بركة في سعادتك وفي زكريا. مشوش حالكم مشكور. ذنبكم مغفور. البقاء لله يا جماعة. الله يرحمك يا عم زين. الباقية في حياتك يا أم زكريا. الباقية في حياتكم. معلش يا حبايبي اتأخرنا عليكم، كنا مسافرين. وأول ما رجعنا قام فتحي قال إن هو جاي قمنا شبطنا فيه وجينا معاه. الباقية في حياتكم. كان أبونا كلنا، كان بينه وبين كل واحد فينا سر. آه والله عم زين خيره كان مغرق الكل. ربنا يجعله في ميزان حسناته. أمال سلمى فين؟ هي في أوضتها. طيب أنا هطلع فوق عشان أعزيها. الباقية في حياتك يا زكريا. حياتك الباقية. نادية، 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 روح هاتي مية، هاتي مية، نادية، نادية فوقي، هاتوا مية يا أخوانا، يا نادية، نادية، نادية اصحي كلميني، اطلب الدكتور. أنت فاكر نفسك لما تقعد تهري وتنكد في روحك كده هتاخد حقك؟ ومين قال إن حقه ياما؟ طالما عم زين ما قالش مين يخلفه يبقى مش من حق حد، ولازم الكل يتفق مين يبقى مكانه. ومين قال ان الكل مش متفقين يا عبد الله؟ لو واحد بس موافقش يبقى مش من حقه يبقى مكان زين. وبعدين ما فهمكيش يا عيشه، انت معانا ولا علينا؟ انا عاوز افهم بس يا عبد الله. تفهمي ايه يا خيبانه يا هبله؟ اياك يا بنت فاكره ان اللي هيقعد مكان خالك زين هيقعد في القصر كده وخلاص، ولا هيعكم له كم مليون؟
دول مليارات جوه ومال وسلطه ورساله العطار كله بيبقى في ايده يتحكم فيه بيسلموه من كبير لكبير. بس مع الاسف خالق زين لما بقى كبير عمل زي اللي سبقوه ويفضلوا بقيت العيلة الصغيرين متنطورين في كل حتة يرملهم كل شهر فتفيت من حقهم الكبير قوي. خالق زين طول عمره رمينا هنا ومتمتع هو هناك في العز والقصر مع مرته. واني اتخنقت زهقت وضهقت يا بنت زينب، دي مش قسمة عدل، دي قسمة زين. واني ما هسكتش يا عمتي. كل مرة تقولي ما اسكتش تنزل على ما فيش، المرة دي لا. شوف دورها في دماغك وشوف عايز تعمل ايه ونقعد انا وانت نفكر ونخطط بس ننفذه. ماشي، الاول الكبار يتدخلوا عشان يبقى عندنا العيب اللي هعمله بعد كده، الكبار يتكلموا معاه ونعملوا قعده عرب ونحكم، واللي يحكموا بالكبار هو اللي يمشي، واللي ما يرضاش لا يلومنا الا نفسه. طبعا انت عارف ان انا مبسوط ان انت رجعت الخدمه تاني، بس انت مش شايف انها يعني فيها حاجه غريبه شويه؟ وايه الغريب في كده؟ بالعكس، ده اللي يثبت لك ان انا كنت صح. زين العطار لما وصى عليا وقفوني عن العمل ولما مات رجعت. ما كنتش اعرف ان محسن بيه يعني بياعها قوي كده. يا ابني محسن بيه ده اخر واحد في السلسله دي، الموضوع وصل لفوق قوي، تجار السلاح بيبقوا تحت عين القيادات عشان ما حدش يعمل حاجه البلد مش راضي عنها، وفي نفس الوقت لما يحتاجوا السلاح يلاقوه. امال انت فاكرها ايه؟ سايبه؟ الحمد لله على السلامه يا يوسف. الله يسلمك يا سيدي، خد الجديد بقى كمان. ايه يا سيدي خير؟ اشجيني. احنا طالعين طلع بناء على تعليمات من محسن باشا عشان نمسك صفقه سلاح جايه من ليبيا، ومعانا خط السير بالظبط. تخيل مين اللي هيستلم؟ مين؟ زكريا زين العطار. عجبك؟ يعني اما تشتريها على كام؟ $1,000. ليه؟ تديك باور، تخليك مور اكتف. وايه بقى البور اكتف ده؟ يعني تديك طاقة وتخليك ايجابي كده ونشيط. والله لو بتطلع جني ممكن اقنعك لو تحب. ما احبش. ماشي، عموما لو تحب ده شغلي. ايه دلاله؟ دي سلاسل؟ لا يا خفيف، دي شبكه، انت تشتري دي وانا اخد نسبه، ولو انت اقنعت اي حد يشتري زيها انا وانت كمان لينا نسبه، مش مهم تساوي ولا ما تساويش، انت بتشتري بيزنس ما بيخلص. فاهم حاجة؟ شوية بس. غريبة يعني، انت ما بتشتغليش مع ابوك ليه؟ وانت عارف بابا بيشتغلي؟ رجل اعمال وكان ظابط شرطة كبير، تاجر سلاح. هاشم بيه اللي انت شغال معاه برضه بيتاجر في السلاح، اكيد انت مش معاه عشان تمسك له مصانع المكرونة. طلعت بنت جنية. احترم نفسك. مالك يا رجاي؟ خايفة يا عيشة من عبد الله. خايفة منه ليه؟ اتعرض لك؟ لا طبعا، كنت اقطع له يده، بس من ساعة ما خالي زين مات وهو ما بيفكرش غير في مكان خالي زين. طب وانت ايه اللي مزعلك في ده؟ اللي مزعلني اني بحبه يا عيشة، وما عاوزاش من ده كله غير ان نتجوزه ونعيشه مع بعض في اي مكان وخلاص، لا عاوزة قصر ولا عاوزة فلوس. بس هو ما بيفكرش غير في نفسه وبس، صدقيني يا اختي الطمع هيعميه أكتر من مكان عميه. وبعدين أنا نفسي أعرف بتحب إيه في عبد الله ده؟ بس يعني هو بمزاجي من ساعة ما وعيت على الدنيا وقلبي رايده. ادعي لي يا عيشة يبقى بالنصيب، ربنا بيحبك ودعوتك مستجابة. حاضر يا حبيبتي، ربنا يراضيكي بقلبك.